حفلة عيد ميلاد لانا محمد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت لانا محمد مؤخرا بالتفاعل بستوري على صفحتها بالانستغرام، صرحت من خلالها انه هي بلشت تجهز لحفلة عيد ميلادها، ومن المتوقع انه نشوف كتير مشاهير في حفلة لانا محمد، من بينهم عيلة البيوتي، أسامة مروة، غيث مروان وسر الورع، زياد أبو شعر، سالم ملص، أحمد النشيط والعديد من المشاهير. وصرحت لنا إنه الحفل بعد 8 أيام. هلأ بيكم تقولوا يعني لسه بس صوتي رايح شوي، هلأ الصالة معلقة علي مو سيارتي، وليش أنا كل يوم بتوه بسيارتي أنا ما بحب. أيوة، عيد ميلادي بعد فيكم تقولوا 8 أيام، فرايحة أجهز حالي لعيد ميلادي، أجهز تجهيزات لأن راح أعمل حفلة، فيس بوجدكم سيارة معي.